عايز بس نفكركم بحاجه كده عن تألق محمد شريف. كان فارس اتكلم فيها مع كابتن رمضان السيد، وكان في نوع من الرهان. جايبين لكابتن رمضان السيد الفيديو، اكيد هنعرضه لان هو توقع ويكاد يكون. انا كنت متفائل وقبل المباراه قلت محمد شريف هيسجل، ان فعلا تفائلت بحديث كابتن رمضان السيد لانه كمان كان موضوعي. ولكن مباراه سموحه زي ما حضرتك قلت، دايما النادي الاهلي يا جماعه معودنا ان ما تحكمش من البدايات، انتظر للحظات الحسم وانتظر للتوقيت الأخير، وتبقى أنت مش عارف النادي الأهلي ولا فاهم فلسفة وشخصية النادي الأهلي. لو تعاملت مع النادي الأهلي على طريقة أن ممكن الإخفاق تصدر من خلاله أحكام كلية، ولكن البعض دايما بيروح للأحكام الكلية. طبعا مباراة سموحة كان النادي الأهلي بيؤدي فيها، وشفنا مباراة أنا بشوفها أقرب لمباراة فيتا كلوب اللي النادي الأهلي سيطر فيها تماما، ولكن ده ما انعكسش على مستوى النتيجة. صحيح. ولكن شفنا أحيانا بيكون في مناوشات إعلامية بشوفها بتكون طريفة، ولكن خصوصا لو صاحبها منطق عشان ما تبقاش حاجة غير موضوعية. خرج إعلام المنافس وصف هدف حسام حسن في النادي الأهلي بالقضية، وقال القضية ممكن. طيب أنا أعتقد أن مفهوم النوك أوت أو القضية غايب عن البعض. يا جماعة القضية هي اللعبة أو الحركة أو المبادرة اللي بتحسم المواجهات، زي هدف مجدي أفشة اللي كان نتيجته خسارة نادي الزمالك البطولة بالظبط، ووصول النادي الأهلي لكأس العالم للأندية، والزمالك بعدها رجع خرج من كاس مصر وكان توالت الخسائر، والنادي الاهلي اللي هو يخصنا توالى الفوز. ففكره ان وصف ده بالقضيه اعتقد وصف ملائم جدا. ولكن هدف في مباراه في الدوري احنا نقدر ان شاء الله النادي الاهلي لو كسب مؤجلاته يتصدر، اعتقد ده بعيدا تماما عن مفهوم القضيه. ولكن عجبني كمان استخدام مفهوم القضيه اللي هو حاجه وصف بها النادي الاهلي ان الاخر يقترها ويستدعيها، اعتقد حضرتك بيكون لها معنى ان هي كانت مؤثره فعلا، وان ده كمان بيدي قيمه الحدث ان انت بتعمل عليه قياس نفسه. بالتاكيد يا فارس، انت تعلم انه كتير حتى من الحسابات الرسميه لانديه اوروبيه استخدمت هذا المصطلح فكره القضيه ممكن. فالحقيقه انه المعلق طبعا الموهوب عصام الشوالي لما اتكلم عن فكره القضيه ممكن ثم كانت القضيه على قدم محمد مجدي أفشة، اتكلم عن بطوله افريقيا اللي تسعى للنادي الاهلي، عن ارباح كبيره جدا، عن مشاركه في كاس العالم للانديه، عن ضمان المشاركه في الكاس المقبله حتى لو لم تكن انت بطل الدوري في هذا العام، لكن ان شاء الله النادي الاهلي في حال اكتمال الدوري يكون هو البطل. انت فعلا اتكلمت عن فكره المؤجلات، احنا الفارق 6 نقاط والاهلي ليه 3 مباريات مؤجله. صحيح. فببساطه شديده لو الاهلي خد 9 نقاط يعتلي القمه. اذا هو اسقاط في غير موضوع. اطلاقا يعني. والتاريخ بيقول انه لما الاهلي بيكون في المقدمه ما بينزلش. صحيح، وان شاء الله ده اللي احنا واثقين فيه ان هو هيحصل. طيب هتعرض لنا ايه؟ انا بالمناسبه والحديث عن الكابتن رمضان السيد، اول تليفون استقبلته من للتهنئه بالفوز كان من الكابتن رمضان السيد. يعني احنا كنا في استاد القاهره بعد مباراه الزمالك، وانا لسه يعني مع صفاره الحكم وخارج، فلقيت كابتن رمضان السيد بيكلمني علشان يؤكد على فكره تنبؤه بتألق محمد شريف. هو كان موفق قوي الحقيقه. صحيح. واحرز هدفين اجمل من بعض في هذه المباراه. اعتقد لو كان محمد شريف موفق فكمان كابتن رمضان السيد كان موفق جدا. نطلع ونشوف الفيديو عشان نشوف الاهلاويه المخلصين لما بيكون عندهم حدث قلبي بيحصل ايه. نشوف فيديو كابتن رمضان السيد. لاعب كابتن رمضان السيد يتوقع ان هو يتألق من النادي الاهلي في المباراه عشان ان شاء الله يتألق، ونرجع نقول كابتن رمضان السيد الاسبوع اللي فات قال معانا كده. تتوقع مين غير أفشة صاحب القضيه؟ ما هو أفشة ده يعني ما شاء الله اللي نمسك الخشب، يعني هو في الورقه هو في كل مباراه متألق، كل مبارياته مع المنتخب يعني هو انا بعتبره من افضل اللعيبه اللي موجودين في الفتره. صحيح. دي محمد شريف الحقيقه يعني عنده ميزه كويسه قوي قوي قوي. هو مش من راس حربه المحطه، لا ده راس حربه متحرك، وراس حربه بيعرف يشتغل في المساحات. يعني انت مثلا لو هتشتغل في مساحات هو يعمل لك الحته دي. صحيح. كويس قوي. صحيح. من رؤوس الحربه اللي بيعرف كورته كويسه، فبيعرف يشتغل مع الثلاثه اللي جايين من تحت، اذا كان أفشة او اذا كان الجناحين، بيشتغل اقرب لجده شويه وقت ما كان موجود. بالظبط، بيعرف يشتغل مع الناس اللي جايه من تحت بشكل كويس قوي. فمحمد شريف انا بقول ان هو هيبقى متوقع ان هو هيبقى نجم المباراه دي. طيب يا كابتن رمضان، ان شاء الله احنا متفائلين بحضرتك.